أن أتعرف على أهمية الشهر، وكفى صورة مشعة عن أهمية الشهر ما تعطيه الأحاديث أو ما تعطيه كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تلاها له الكريم من خطبة استقبال شهر رمضان، من خطبة تتعلق بشهر رمضان للرسول صلى الله عليه وآله نفسه. فأنت لا تجد شهرا بهذه الأهمية الكبرى، وهي ليست أهمية نابعة من تجارة دنيوية من ربح دنيوي بقدر ما هي أهمية راجعة إلى تجارة تثري إنسانية الإنسان، تثري وجوده بكامل مساحة هذا الوجود على مستوى الدنيا وعلى مستوى الآخرة. في حياتنا على الأرض، في قبورنا، برزخنا، بعثنا، نشورنا، منتهانا ومآلنا، تريد ذاتا كبيرة عملاقة حية نابضة نابهة سعيدة، خذ من شهر رمضان ما يجعلك بهذا المستوى.